السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي عبارة عن فقاس بريستيج بدون تكسرات بمذاق هائل ناجح سريع يعني وما تياخدش منا واحد الوقت طويل باش نطيبو. كنتمنى تتبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخير فرجة ممتعة. كنحتاجو كمكونات 3 ديال الحبات ديال البيض بدرجة حرارة الغرفة مع 1 ساشي ديال الفانيلا، تقدروا تستعملوا كذلك الساشي ديال زهرة البرتقال يعني الزهر، كتجي صراحة هي زوينة بزاف. واستعملت هنايا كأس ديال السكر الخشن اي ديال سنيدة، كأس كما شفتوا يعني راه غير مملوء. نفس الكمية اللي درتها ديال السكر درتها ديال الخليط بين الزيت والزبدة، بين الزيت النباتية والزبده، خديت واحد الكميه ديال الزبده ودوبتها ودرتها في الكاس تقريبا نص كاس، والباقي ضفتو ديال الزيت. استعملت هنا واحد الملعقه صغيره ديال القرفه، كما كتعرفوا القرفه فهي كتواتى لنا بزاف مع المكسرات وبالخصوص مع المشمش، فهي كتجي كتعطي واحد المذاق هائل جدا. ثم كما غتشوفوا معايا ضفت نصف كأس ديال الحليب، الحليب اللي كيكون توا يعني بدرجة حرارة الغرفة، وكنستعمل كذلك واحد الملعقة صغيرة ديال الخل، الدور ديالو تيهشش لينا الفقاس ديالنا وما كنبقاوش نشمو نهائيا السفرية ديال البيض بتاتا. واستعملت كذلك قبيصة ديال الملح، هي قبيصة ديال الملح، وبالخلاط اليدوي تنخلط هاد المكونات حتى كيتجانسوا ليا مزيان. ثم تنضيف الدقيق، الدقيق اللي كيكون خاص بالحلويات، بالنسبه للدقيق فكيرجع الحجم ديال البيض، كتدخل لك ما بين واحد 450 حتى 500 غرام، الا كان يعني الحجم ديال البيض كبير راه كتدخلنا حتى 500 غرام ديال الدقيق، وإلا كان البيض يعني بحال كيما درتو انا يعني متوسط فكتدخل لينا واحد 450 غرام ديال الدقيق، ويستحسن كما قلت يكون ممتاز الخاص بالحلويات، مع واحد الساشي ديال خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام ديال خميرة الحلويات. غنعجنو هذا الخليط مزيان حتى كنحصلوا على واحد يعني الخليط، واحد العجينة اللي ما كتكونش قاسحة، حيت ملي كيكون قاسح بزاف العجينة ملي كتكون قاسحة بزاف تيتشقق لينا الفقاس ديالنا ولو تنتكو بالإبرة، ومنين كنخلو العجينة عاوتاني كتكون مرخية بزاف منين تيكون يطيب الفقاس ديالنا فهو تيوسع بزاف وتيقدر يفيض لينا ويولي بحال الخبزة، لذلك خص العجينة تكون ما قاسحاش وما عاود شرط بالي كتلصق بلا قياس. منين نجمعوها يعني منين تكون رطبة ونقيسوها هكا بيدينا ما تلصق ليناش في يدينا، هذا هكا خص القوام ديال العجينة ديال الفقاس يكون. ثم كنقسموه لعدد الكرات، مثلا بحال كانت عندنا صفيحة العمل كبيرة راه غادي نقسموه غير جوج ديال الكرات، كانت صفيحة ديال العمل صفيحة ديال الفرن عفوا صغيرة بحال بحال كيما الصفيحة عندي انا، فانا قسمت لثلاثة ديال الكرات يعني باش نحصل على ثلاثة ديال الليبودان ولا ثلاثة ديال الحريبلات باستعانة بالمدلك. بالنسبة لي انا هنايا ما استعملت لا بلاستيك ولا ورق الطهي، ولكن باش تفادوا بالنسبة للاخوات المبتدئات يستحسن ديروا ورق الطهي ولا بلاستيك ونسرحوا فيه العجين ديالنا، نحاولوا يعني نسرحوا على شكل ديال يعني نسبيا مربع ولا تقريبا مستطيل. ثم كنبداو نعمرو العجين ديالنا بهاد العجوه اللي كتكون عباره عن، بالنسبه لي انا استعملت شويه ديال الجوز اي القرقاع واللوز والمشماش والزبيب. بالنسبه للمشماش قدته في الماء تقريبا ساعتين بعد ما قطعته مزيان باش ما يتنفخش ويترتق لينا في الفرن، يترتق لينا يعني لي بودان ديالنا. وتقدروا تستغنوا على يعني ديروا المكسرات المتوفره عندكم ولا نتوما المذاق اللي بغيتوا، غير الصراحه ملي كنجانسوا هاد المكونات فاحنا كنحصلوا على فقاس يعني بريستيج زوين، وبامكانكم تزيدوا اي مكسرات بما فيهم الاكاجو يعني البيستاش البرقوق المتوفر.
كما لاحظتم بعد ما سرحت العجينه فانا دهنتها هو الاول ببياض البيض، ثم كنتبت عليها هاد المكسرات. وتقدروا تعاودوا تاني ديروا واحد لاكوش ديال بياض البيض فوق من المكسرات عاد طويو البودان ديالنا. بالنسبه لي انا ما استعملتهاش، ولكن تقدروا ديروها هكذا تزيدوا تثبتوا دوك المكسرات يعني يشدوا بلاصتهم، وفي نفس الوقت صراحه يكون مزيان. المهم انايا للامانه فانا دهنت المره الاولى فقط، وهكذا يتلووا لي بودان ديالنا، وتنحاولوا نخرجوا الفراغ يعني الهواء اللي كاين في الداخل. كنبرمو تنزيرو تنبرمو تنزيرو حتى كنحسوا بانه يعني راه ما بقاش الهواء الداخل، ثم كنسدو هاد الجوانب تنحكموهم مزيان سدوهم مزيان، ونبداو ديك الساعه نحربلوه نحربلوه يعني حتى كياخذ الفورمه اللي بغينا حنايا. يعني الا بغيتو لي بودان هكذا رقيقين حيت فيهم الخميره، يلاه يلاه كيتنفخوا تياخذوا واحد الحجم اللي كيكون يعني ما باش نحصلوا على فقاس ما كبيرش وما صغيرش. بعد ما انتهيت فانا دهنت الوجه ديال الفقاس هاد البودانات هادو دهنتهم بالصفر ديال البيض اللي درت مع شويه ديال الخل. تقدروا ديروا قهوه سريعه الذوبان او لا الكاكاو، مهم المتوفر عندكم. كما تقدروا ديروا البياض ديال البيض ورقائق ديال اللوز، تكيتهم مزيان بهذيك الكوردون باش ما يترتقوش لينا في الفرن، ودرتو على عافيه مهيله النار فقط من الاسفل حتى حصلت على دوك لي بودان اللي شفتو كيما معايا. يعني تيبانوا لنا بحال ما طيبينش مزيان، ولكن هما راه طايبين. تنخبوهم بواحد المنديل وبلاستيك وتنخليهم ما بين 3 سوايع حتى لربعة، ثم تنقطعوا على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا معايا راه ما كايناش ولو حبه ولو فرتيته وحده يعني ولو فقاصه وحده ترسات، كيجي ناجح مليار في المية. ومن بعد كنسخنوا الفرن ديالنا جيدا وكنستفو فيه هاد الفقيقصات هادو، كنشعلوا ليه النار من الاعلى وتنبقاو مقابلين نكوسه تنقلبوا تنقلبوا حتى تنحصلوا على واحد اللون اللي كيكون مذهب وكيجي على هاد الشكل. كنتمنى اخواتي لا يعجبكم الفقاص بريستيج اللي تقاسمت معكم. ما تنسونيش من الاشتراك بالقناه واللايك للفيديو، والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.